السلام على الخوت، كل أدركم عارفين القواعدات، ولكن قبل ما تطبقوهم بغيت نقول لكم باللي اليوم غنضرب واحد الطوسي اللي تطلب مني شحال من مرة. ويلا كتابو تراكيت له ودرجو. الطوسي اليوم غندويو فيه على الزهريين. اللي ما عارفش الزهريين يتصنت القصة، ما عارفش نقول هذه واش قصة ولا ماشي قصة، المهم نقولو قصة حيتاش أصلا فيها قصة وفيها بعض التعريفات على هذا الهيت. هذا اللي ما عارفش شنو هاد الزهريين هادو يتصنت لهاد الدوسي هذا وغادي يفهم البلان ويعرف كل شيء. فهذا ما كان على شران. دابا عليكم بالقواعدات اللي راكم عارفين. كوانو الكيتو الظلام، ما تنساوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وديوازينا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي ديما كنحيوهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال. هذا ما كان على عزاز. نبداو. الزهريين، شكون هما هاد الزهريين هادو؟ هاد الكلمة هادي ديال الزهريين راه قديمة وقديمة بزاف. وهاد المعتقد ديال الزهريين أولا الزهري كيقولوا بلي راه غير معتقد خاوي معدو لاساس لراس من الصحارة والدجالي. كيقولوا بلي هاد الناس اللي كيتوفروا على هاد العلامات اللي غادي نذكروا راه غير إشاعة كتقال جيتهم باش يكثر عليهم الحديث والقيل والقال، خصوصا أنو هاد الناس هادو اللي كيكونوا فيهم هاد العلامات كيتيقوا هاد الهيت هذا. وماشي غير هاد الشي، عائلتو ولا هو عنيت كيبقى عايش في رعب وكيخاف لا يشوف شي حد غريب دوك العلامات اللي فيه. هاد الشي كامل باش ما يتمش استغلاله من بعض الصحارة والدجالين. الموضوع باختصار هو راه حرب ازالي بين بني ادم من جهة وابليس والاتباع ديالو من بني ادم من جهة اخرى. وملي كنقول الاتباع ديال ابليس من بني ادم فراهنا كنقصد الصحارة والدجالين. هاد الحرب هادي اللي غادي تبدا ملي غادي امر الله ابليس باش يسجد لسيدنا ادم. كلكم عارفين الحكايه وعارفين باللي ابليس غادي يرفض السجود لادم بسبب التكبر ديالو. وماشي غير هاد الشيء، ابليس غادي يوسوس لادم في الجنه وخلاه ياكل من الشجره اللي حرم عليه الله ياكل منها. هنا الله غادي ينزلهم كاملين للارض لشي حكمه من الحكم ديالو. هاد الحكمه هادي واللي هي انه الانسان يكون خليفه الله في ارضه. ومن ديك الوقت غادي تكون العداوة بين بنادم وإبليس إلى يوم القيامة. العداوة اللي غتكون بين بني آدم وبين الشياطين ديال الجن والإنس. وبالعربية تعربت كل من هو غادي يتبع إبليس، سواء كان من بني آدم ولا من الجان. الشيطان كيصنف السلالة ديال البشر أولا بني آدم لدرجات عديدة عدو. كيصنفهم على حسب الطاقة ديالهم والقوة ديال أرواحهم والإيمان ديالهم، حتى لشدة عداوتهم والكره ديالهم الجنس الشيطان. ومعظم البشر اللي كيكونوا من الفئة العادية واللي ما كيشكلوش الخطر على شي حد كيكون سهل تحكم فيهم بالسحر، واخا يكون غير سحر عادي. هاد الناس هادو كيكونوا سهلين باش يسيطروا عليهم من خلال القرناء ديالهم من الجن، من خلال القارين ديالهم. سموحة العزاز ضربت بكم هاد الدويرة غير باش تفهموا البلان شوية. ودابا غندخلوا للمسقي. كالعادة اللي ما بغاش المسقي نعطيوه المسلوق ونسقيوه له بالبلول ديال هاد الطوسي. الزهريين او اصحاب الروح الزهرية، هاد الناس هادو كيقولوا عليهم وكيقولوا حتى هما على راسهم انو عندهم واحد الروح خارقة للعادة، يعني ماشي بحال الروح اللي فيا انا وفيك انت وفيك انتي. هاد الناس كيكونوا مميزين على قرانهم من البشر. هاد الناس هادو كيكونوا ملوك للروحانيات اللي كيحترمهم الجن، لدرجة انو دوك الصحراء اللي كيقلبوا على الكنوز كيتأداو إلا مشاو حتى قلبوا على شي كنز من المخلوقات اللي حارصينو. ولكن إلا مشاو تحضرو شي زهري وقدموه كقربان لهاد الحرس هادو اللي كيكونوا حارصين داك الكنز، كيقدموا هاد الشخص هذا كقربان وكيسيلو دمو على داك الكوان. كيقولوا بلي داك الجن اللي حارص ديك البلاصة ما كيبقاش قادر مازال أنه يقاوم. هاد الموضوع الخوت بدا كيصنف فيه البشري هاد الناس هادو لعدة أقسام، حيتاش هاد الناس هادو كيف قلت لكم من قبل عندهم تفاوت في القدرات وشفافية الروح. دابا غنشوفو هاد التصنيفات ونبداو من الدرجة الأولى. الصنف الأول من الزهريين كيقولوا بلي راه كيتميز بالعلامة ديال الشعر كيكون كتير من جهة كتفو اليسر. العلامة الثانية كيكونوا عندو جوج دائرات في راسهم اللور بدل وحدة. الدرجة الثالثة
الحجبان ديالو كيكونوا مقرونين، يعني حجبانو كيكونوا ملاقين، وهذاك اللي كنقولوا له حنا المحجب بلغتنا العاميه. الدرجه الرابعه واحد الزوج ديال الخطوط كيكونوا افقيه في ظهرو، بحال الا ديجا كان مكوي تما اولا بحال الا كان عنده شي جرح وبره. هاد الخطوط هادو كيكونوا حمرين ومنفوخين شويه. الدرجه الخامسه واحد الخط كيكون عنده في يدو كيكون مستقيم، اولا خطوط يديه كيشكلوا الرقم ديال 8. وقالوا باللي كاين حتى واحد ستيل فهاد اللعيبه ديال خطوط اليد، قال لك باللي كيلقاو حتى شي وحدين عندهم الرقم ديال 111، يعني الخطوط ديالو كيكونوا على هاد الشكل هذا، ثلاثه ديال الوحدات. الدرجه التاليه اللي هي الانفلاق ديال اللسان، هاد الميزه هادي من اهم الميزات اللي كيميزو الزهري. لسانو كيكون بحال الا دايز فيه شي خط في الوسط، كيكون بحال الا مفروق على زوج ولكن هو مزدي، ولكن بشرط تكون عندو هادي خليقه، يعني يكون تزاد هكا ماشي وقعت له شي واقعه ولا دار شي اوبيراسيون. الدرجه التاليه واللي هي الحويلال اولا الحول باللغه العاميه ديالنا، غير هاد الحوليه هادي كتكون غير بدرجه خفيفه، يعني كتكون غير في واحد العين هربه له شي قند. ممكن البعض فينا انه يعتبر انه الشخص اللي كيكون حول راه شي حاجه اللي طبيعيه، كيف ما اي واحد ممكن يتعرض لهاد الحويله للعينين، ولكن الحقيقه هو انه بعض الناس من هاد الناس اللي كيكونوا حولين كيكونوا تابعين للجنس ديال الانسان الزهري، وإلا مشى حتى شاف هاد السحار ولا الدجال شي شخص عنده هاد الحويله في عينيه وفرق له لسانه ولا عنده هادوك السطوره في يديه، فراه في البلاصه كيسيلوا له اليوغو وكيعرف بلي راه هاد بنادم هذا زهري. هاد الناس هادو حتى الشكل عينيهم كيكونوا مختلفين على العينين ديال الناس العاديين، عينيهم كيكون فيهم واحد البريق خاص، المشعويد اللي كتكون عنده خبره في تمييزهم كيقدر يميز الانسان الزهري من الانسان العادي غير من داك البريق اللي كيكون في عينيهم. حاجه اخرى حتى اللون ديال الدم ديال هاد الناس كيتعتبر من العلامات المخفيه اللي ما كتكونش مكشوفه بسهوله، كيقولوا باللي اللون ديال الدم الزهري كيكون غامق شويه في الحموريه، غادي وكيميل للكحوليه، الحموريه ديالو كتكون غامقه ماشي بحال الحموريه ديال الدم ديال شي شخص عادي. وكاينين علامات اخرين كتميز هاد الناس، غير هو هاد العلامات هادي ما كياخذوهاش بعين الاعتبار حيتاش كتكون اقل مصداقيه على هاد العلامات الاولى اللي ذكرنا، يعني هاد العلامات هادو تقدر تلقاهم حتى في الناس العاديين، داكشي علاش ما كياخذوهمش الصحارى والدجالين كمعيار باش يعرفوا الانسان واش زهري ولا لا. هاد العلامات هادو كيكونوا بحال اللون ديال الشعر واللون ديال العينين، والشعر كيكون مفرق اولا غادي متموج لشي جهه، ولكن كيف قلت لكم هاد العلامات هادو تقدر تلقاهم حتى عند الناس اللي ما زهريين ما تلعبه. هاد العلامات هادو الهدف ديالها انها تدلنا على هاد الانسان الزهري، ماشي حنا ولكن هما. شكون هما؟ السحارة والدجالين نعلت الله عليهم. ومن بعد ملي كيلقاو العلامات فهاد الزهري هذا كيتصنف على حساب هاد العلامات اللي لقاو، حيتاش حتى الزهري فيه بزاف ديال الصناف، مثلا الى لقاو هاد الزهري هذا فيه هاد العلامات كاملين فراه كيتعتبر انسان زهري من التصنيف الاول، اما الى لقاو فيه غير العلامات اللي في الكفين ولا في اللسان فراه كيصنفوه بلي راه انسان زهري من الدرجه الثانيه. وكتفاوت النسبه ديال الطلب على هاد الناس هادو بناء على هاد العلامات اللي كيكونوا فيهم. فهاد العيمان الاخرين وبالضبط في القرن 21 كتر اللغة والقيل والقال على الزهريين المحظوظين باللغة العربية والمزهرين بالدارجة اللي هي لغتنا العامية، لكن ما تسمعوش راه دو الزهر وتقولوا راه صافي هذا هو اللي زغرتات على امه. هاد الزهر هذا راه ما كيجيب له غير المشاكل، اذا شاد الدري هذا ولا هاد البنية الا مشاو حتى توفروا في هاد العلامات راه كيبقى حياته ديما عايش في الرعب وخايف لي يشوفهم شي حد غريب على عائلته، حيتاش كيكون فريسة للصحراء والدجالين، زيد على الدم ديالو كيكون مرغوب فيه من طرف الجن. هاد الظاهرة هادي راه منتشرة في بزاف ديال الدول، وحتى في آسيا كاينة، وحتى في الدول ديال الخليج العربي، وحتى في الدول العربية الإفريقية، ولكن فين منتشرة بزايد؟ أنا في المغرب فين واخدها حقها وقالت بوم. المغرب اللي حسب شي إحصائيات الدارو قالوا بلي أزيد من 100 راس كيتضحى بهم من أجل الكنوز، وهاد 100 راس هادي كلها كتكون زهرية. كلمة الزهري في اللغة العربية الفصحى مشتقة من كلمة الزهر، واللي المعنى ديالو في اللغة العربية نيت الحظ، والكلمة في ثقافتنا المغربية مرتبطة بواحد الكتاب صوفي يهودي سميتو زهر. هاد زهر هذا واحد من أشهر الكتب ديال السحر والشعوذة عند اليهود،
السحر اللي كيتكلم عليه هاد الكتاب واحد السحر سميتو الكابلة. الانسان الزهري كما كيقولوا المتعودين والصحارة كيتحلوا قدامه كاع البيبان، وكتكون عنده خواص وصفات روحانية كتجيب الزهر او الحظ اللي كيعرف يستخدمها بشكل صحيح. داكشي علاش كيتعاملوا مع الشخص الزهري على انه شيء نادر فيس، ولكن ماشي بالنسبة ليه او لا بالنسبة لعائلته او لا اسرته. هادشي بالنسبة للدجالين والمشعوذين والصحارة اللي كيبداو يلهتو ويجريو ورا هاد النوع ديال البشر. وماشي غير هادشي، هاد النوع عادو ديال هاد الناس اللي كيقلبوا على هاد النوع كيكونوا مستعدين انهم يدفعوا الغالي والنفيس باش يلقاو شي حد زهري. وكيقولوا حتى هاد الانسان الزهريين راه كيكونوا مسكونين ملي الله كيتزادوا كيسكنوا شي جن وكيبقى فيه كيكبر وكيكبر معاه. داكشي علاش داك الدري كيتستخدم في بزاف ديال الحوايج كيتعلقوا بالماورائيات او لا بالجان. وكيقولوا حتى باللي الانسان الزهري راه من السلاله المباركه، وكيقولوا لك راك انت مبارك ومسعود الا كنتي زهري، حيتاش انت راه ماشي بنادم عادي، انت راه غادي يكون عندك الحظ في حياتك، ترى الطريق في حياتك غتكون مفرشه كامله بالورد. المشكل هو انه الزهري يقدر ما يكتشفش راسو انه زهري، ولا بغى يكتشف راسو باللي راه زهري خصو يمشي عند شي سحار ولا مشعوذ وهو اللي كيعرف دوك الوصاف اللي فيه وكيحدد له قيمته. الانسان الزهري موجود في كل مكان، وهاد العلامات هادو يقدر يكونوا فيا انا ولا انت ولا انت. والصحارة كيقولوا باللي اي شخص في الكرة الارضية يقدر يتزاد زهري. اللي كيبحثوا في هاد الموضوع هذا توصلوا انه الزهري ميزات خاصة، وهو انه ما كيخافش من الجن. داكشي علاش كيكون هدف للصحارة اللي كيمشيو يبغيو يجبدوا به شي كنز. كيقولوا باللي كاين اللي كيقدم هاد الزهريين كقربان لدوك الحراس اللي حارسين داك الكنز، وكاينين شي صحارى ما كيقدموهمش كقربان، كيديوهم وكيسيلو غير دمهم وكيخليوهم هما اللي ينزلوا يجبدوا داك الكنز، حيتاش الجن كيخاف منهم. عكس الا نزل شي فقيل من دوك الفقراء اللي كيمشيو يجبدوا داك الهيت غيضرب موشي جن يلوحو لثلث الخالي. بعد القصص والاساطير المأثوره خلت الزهري كبؤرة للخطر. هاد القصص هادو ساهموا في الشهرة ديال الزهري، وساهموا حتى في انو الصحارة تهتم بهاد الزهري بزايد. وهاد القصص هادو نيت كتلقاهم ديما كيساليو بنهاية مأساوية لهاد الزهري مسكين، بحال مثلا التعرض ديالو للذبح فوق الكوان اللي كيكون فيه الكنز. حيتاش كيقولوا بلي هاد الجن هذا اللي كيكون حارس هاد البلايص كيكون متعطش لهاد النوع ديال الدم، والقليل هاد الانسان الزهري لما ضحاوش به كيقطعوا له يديه. ولكن مهما كانت هاد القصص هادي حقيقيه فراه الدافع الخرافي كيكون زايد نغزة شويه. هاد الجانب الخرافي حتى هو كيكون ساهم بشكل كبير انه هاد السحاره والمشعوذين والدجاله يتموا بهاد النوع هذا ديال البشر اولا بالانسان الزهري. هاد الصحاره هادو اللي كيحصلوا على هاد الناس هادو عن طريق يستدرجوهم حتى لشي كوان ويخطفوهم، او لا يخطفوهم من الديبار من حدا ديورهم. وكيف ما قلنا من قبل انه في كاع البلادات اللي في العالم بلادنا هي الاولى في هذا الشيء، بزاف ديال الدراري الصغار كيتخطفوا على هذا القبال هذا، والاغلب ديال هذه الحالات هادو كيتخطفوا من المدينه وكيديوهم للعروبيات، حيتاش تما فين كتكون عندهم العلامه ديال الكنز. وما تسمعوش اي راه كيخطفوا غير ولاد المدينه وتقولوا راه صافي راه الناس المدينه، الناس في العروبيه والناس في الفيلاجات راه كيتخطفوا لهم ولادهم على هاد القبال هذا. من بين الكلام اللي كيتقال على الزهريين انه الزهريين كاين فيهم اللي كيتميز بقدراته العقليه، وهاد النوع هذا كيتسمى بزهري العقل، وكاين اللي كيتميز بقدرات لسانه كتكون عنده قدره على الاقناع وعلى الخطابه وعلى الابلاغ وعلى التاثير على الناس، وهذا الشيء كامل غير بلسانه، يعني كيكون عنده مع البلابلا، وهذا كيقولوا له زهري اللسان. وكاين الزهري اللي كتكون الطاقة ديالو أو الصفات المتميزة فيه مركزة له في عينيه، يعني شوفاتو كتلقاهم حارين كيشوف فيك كيخلعك، وهذا كيتسمى بزهري الأعين من غير هادوك اللي حولين. وكيقولوا هاد النوع هذا كيشوف العالم ديال الجن والشياطين، ولكن الله من تعالى هو اللي يعلم. أنا كنقول لكم باللي راه كيقولوا، يعني كنهضروا غير على داكشي اللي متداول في الساحة. هاد بنادم هذا اللي كيكون قلت لكم حار في عينيه تيقدر حتى على أنه يداوي بنادم غير بالشوفة فيه، وكيقولوا بلي راه كيقدر يكشف حتى البلايص اللي كيكون مدسوس فيهم السحر البنادم. وكاين اللي كتكون طاقتهم متركزه في الروح والقلب وفي العقل وفي الحكمه،
وروحه كتكون طيبه. هاد النوع هذا كيقولوا بلي راه كيقدر يتنقل ما بين عالمنا والعالم ديال الجن، وكيكشف القصور ديالهم وفين ساكنين والخطط ديالهم وايتها نوطه كتعلق بهم. وهاد النوع هذا كيسميوه بزهري الروح او لا زهري القلب، والبعض كيسميه الكشاف. كاين اللي الطاقه ديالو من هاد الزهريين كتكون متركزه له في يديه، وهاد النوع هذا كيتسمى بزهري اليد. هاد النوع هذا كيقولوا بلي راه قادر يعالج غير بالمس، ماشي المس، باللمس. باللمس يعني غير يقيس الحاجه الا كانت مريضه كتبرى. وكاين الزهري اللي كتكون طاقته مركزه عليه في رجليه. هاد النوع هذا كيقولوا بلي وما كيتاثرش بالاصابات وبالاعمال السحريه مهما كانت قوتها واخا يتخطاها. وبطبيعه الحال هذا كيتسمى بزهري القدم او لا زهري الرجلين. وكاين اللي كتكون عنده طاقته في دمه، كتكون عنده همه وطاقه عاليه اكثر من غيره، هذا كيتسمى بزهري الدم. دابا غنمشي بكم للاناث، يعني غنمشي بكم للدنسة الزهريات فيهم وكيفاش كيكونوا وشنو هي الميزات ديالهم. الميزه الاولى عند الزهريات في الاناث هي انها كتكون مباركه وكتكون كتولد بزاف، يعني كتكون مباركه في الانجاب، وحتى ولادها كتكون من نوم الكائنه، يعني النسل ديالها كيكون مبارك. وكاينه من الزهريات اللي كتفتن بزينه، اللي كتدوز في شي بلاصه كيكون طايح اكثر من النايض. هاد النوع هذا ما كيحتاجش انه يلبس شي حاجه باش يبان، والله واخا يكون لابس غير خنشه كيطيح الزرزور من فوق الزور. عاد زيد عليها العلامات اللي قلت لكم كاينين عند الدراري، راه تيكونوا حتى عند النساء واللي حول عليها عينيها. المهم راه ذكرت الوصف في الاول، ما كاينلاش نطيح في التكرار. وكاينين من الزهريات ولا من الزهريين اللي كيكون مبارك له في دعائك، ولا دا معك كيسر لك الله، ولا دعا عليك فراك تبعك التابع. هاد الزهريين كيقولوا باللي راه زهريين زعما كيكونوا اش غنقول لكم صالحين، الشياطين كتسلط عليهم باش تبطل لهم هاد الشيء اللي عطاهم الله كحكمه او لا كبركه. هاد الصفات هادي كل ما تجمعات في شي شخص كل ما كان متميز اكثر، وكانت الدرجه ديالو اعلى واخطر على ابليس والمخططات ديالهم في السيطره على البشر. يعني كندوي لك على هاد الصفات هادو اللي كيكونوا في هاد الزهريين، اللي كيكونوا هما اصلا ما عارفينش راسهم زهريين، يعني كيكونوا ناس سبونطاني وكيدعيو معاك وكييسر لك الله ولا دعوا عليك مشيتي فيها كيف قلت. او يعني كيكونوا هما اصلا ما عارفينش هادشي، هادو بالضبط ما كيحملهمش الجن، كيبدا يحاربهم ليل ونهار. وملي كنقول الجن فراه كنقصد ابليس اولا الابالسه، حيتاش حتى في الجن راه كاينين المسلمين واللي كيكونوا كيخافوا الخالق وما كيأديو شاي المخلوق. ودابا غنمشي لكم لواحد القصه ديال واحد بنيه سميتها ناديه. ناديه واحد الدريه اللي عندها 10 سنين، وهي وحده من الدراري الصغار اللي معروفه انها زهريه، كانت معروفه في دربهم وفي السيكتور ديالهم وفي مدينتها تقريبا. خبرها بدات كتشيع باللي راه كاينه واحد الزهريه في الزنقه الفلانيه وفي الدرب الفرتلاني. ناديه عندها واحد خوها تومي معاها، ولكن خوها ما فيهش العلامات ديال الزهريين. كانت كتمشي هي وخوها مرافقين ديما للمدرسه وكيجيو مع بعضياتهم. والديهم كانوا ديما رادين ليهم البال، وكانوا ديما كيوصيوهم باش ما يوقفوش مع حتى شي حد غريب ولا براني ما كيعرفوهش حتى هما جايين اولا هما غاديين للمدرسه. يوصيوهم بزاف ديك الوصيه ديال عداك يقول لك شي حد اجي نقول ليك، ولا يلا معايا راه صيفطاتني امك ولا صيفطني باك، ولا هاك فاني دا وراه كاين بوخنشاو. راكم عارفين هاد الاساطير ديال والدينا، وفعلا غادي يبقاو سايرين وسايرة معاهم الايام. وفي واحد اللحظات اللي كان مكتب عليهم الله، كانوا راجعين من المدرسة، وقفت عليهم واحد الطوموبيلة كان عندها الزاج كامل وفيمي، كانت كحلة. الطوموبيل غادي ينزل منها واحد الراجل، كان لابس واحد الفوقية بيضة، والبشرة ديالو كانت كحلة بحال لون قلبو. هاد خونا هذا غادي يمشي عند الدراري بزوج، بدا كيشوف فيهم وكيقلب في الدري. من بعد ما سالها بدا كيقلب في ناديه، هنا غيمد ليها الفلوس وقال لها هاكي شري شي حاجه انت وخوك. ناديه مسكينه بمنتهى البراءه غادي تفتح يديها باش تشد من عدو الفلوس، خونا غيضرب لها على يديها ويتبجقوا له عينيه بقوه الفرحه. هنا خونا ناديه غادي يعيق بالقلب وجرها وبدا كيجري. هذاك مسخوط الوالدين غادي يركب ديك الطوموبيل تاني وهو يتبعهم. الدراري مساكن كانوا مازال ما عارفين والو، كيجريو غير في الشانطي، كيجريو ديريكت في التريطوار اللي تابع الشانطي. خونا غادي يمشي وغيبراكيهم بطوموبيلته ويهز البنيه خشاها في الطوموبيل، دفع الدري وهو يديماري علق. الناس اللي شافوا هاد الديكور هذا ما حركوا والو. الدري مسكين مشى كيجري للدار
وقال لهم شنو كاين، راه شي طوموبيل وقفات علينا وراه خطفاتنا ديال اختي. هنا ناض طايله لا في الدرب وناض كلشي بدا كيقلب، لباها لمها لا تريكتو لا جيرانو، بدا كلشي كيقلب. كانوا عارفين المصير ديالها غيكون ما هوش الا ما لقاوهاش، ولكن للاسف والو. مشاو عند البوليس ديكلارا وبداو حتى البوليس كيقلب والو. هذاك مسخوط الوالدين بحال تشقات الارض وبلعاتو. البحث غيبدا شي سيمانه تقريبا وهو خايد المجرى ديالو. الام ما كتشوف نعاس لا ليل ونهار، لا هي لا الاب. الا جيت نوصف لكم الحاله ديالهم فراه ما غاديش نقدر نوصفها واخا نقول اللي قلت. داكشي علاش داكشي اللي حاسين بهم وهما في ديك الفتره، فراه هما والله بوحدو اللي عارف باش حاسين. واحد المره غيعيطوا ليهم البوليس اجيو عندنا دابا، وفعلا غادي يمشي عندهم. هنا غيقولوا للاب شوف عافاك لا ما شد راسك وحاول تشد حتى مرتك، حنا غنديكم تشوفوا واحد الجثه في لامورغ. هاد الجثه هادي راه لقيناها في واحد الكوان خارج المدينه، والمواصفات اللي عليها راه واقيله ديال بنتكم. اب مسكين ما كان عنده ما يدير، مشاو مع البوليس هو ومراتو لمستودع الاموات. خرجوا لهم الثلاجه، هنا غيشوفوا داك الديكور البشيع اللي كان في وجه هاد الجثه هادي. الجثه ديال بنيه، والكسيوه اللي كانت لابسه كانت ديال ناديه، ولكن المعالم دوجهها وحروفه كانوا مشوهين ومخرقين بالماس. زيد عليها كانت مدبوحه من اللودن تا اللودن. الام مسكينه ما صدقاتش هاد الديكور، وبدات كتقول لهم لا راه ماشي بنتي هادي، ولكن البات كان عارف بلي راه بنتو هاديك. رجعوا للدار وهي تطيح الام، وبدات كتهدر صغير بسميت بنتها. هاد الام هادي اللي مسكينه غادي تطيح ليها اليد مع الرجل، وغادي تشلل شلل نصفي من بعد. ومن بعد بلا دين غادي يعرفوا بلي الجده راه ديال ناديه بنتهم. ناديه بنتهم اللي مشى غرد هذاك ولد الحرام، واستغلها كبوابه عبور بين العالم العلوي مع العالم السفلي. هاد القصه الخوت قصه حقيقيه، وما غاديش نذكر البلاصه فين وقعت ولا الدرب فين وقعت حداتها، حتى الاسماء اللي فيها راه اسماء مستعاره. كاينين اعتقادات اخرين كيقولوا بلي راه الزهريين راهم من جنود المهدي المنتظر. هاد الاعتقادات كيقولوا بلي راه المهدي المنتظر براسو غيتزاد من كرش ديال مرا زهريه. داكشي علاش كيقولوا بلي الزهريين هو سلف نقي للمهدي المنتظر. كاين واحد الاعتقاد اخر روحاني كيقول بلي الانسان الزهري هو واحد الشخص روحاني كتكون عنده نسبه روحانيه كثيره على النسبه الماديه الملموسه. وكاينين كاع ناس اخرين كيقولوا بلي الانسان الزهري سلالته كتكون من سلاله الانبياء الشريفه. وهاد الناس هادو كيتخلقوا لسبب واحد، هو عباده الله وخدمه الجنس البشري. دابا غنمشي لكم لواحد النقطه اخرى، واللي هي الضريح اولا القبة اولا السيد وعلاقته بالانسان الزهري. الزهري عندنا حنا هنا في المغرب عندو ظاهره منتشره بزاف بعد موته. اذا شحال من ضريح كيقولوا بلي راه مولاه كان زهري. هنا في المغرب كنقولوا لهاد الناس هادو سيدي، سيدي علال الفلاني، سيدي محاو حمو الفلاني، سيدي حمادو فلاني. المهم راكم عارفين هاد السمايات هادو. هاد الناس هادو اللي كتدار عليهم هاد القبة كيقولوا بلي كانوا اولياء الله صالحين واشخاص روحانيين، وكيتميزوا انهم كانوا كيعاونوا الناس، يعني راه كانوا شرفا وبزاف د النوطات بحال هاد الهضور. هاد الاولياء هادو اللي كيكونوا عايشين غير عباده الله والاعمال الخيريه. كاينين بزاف ديال الاولياء صالحين. المهم هذا موضوع اخر، يعني كانوا صالحين، ولكن راه اذا مات العبد انقطعت اعماله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. المهم هادشي ما غاديش ندوي فيه. الدين راه عندو موالي. من بين هاد الاولياء الصالحين كاين سيدي عبد الرحمن المجدوب. الحكايه كانت كتقول بلي هذا عبد الرحمن المجدوب تا هو راه كان من الزهريين، غير هو كان من النوع ديال الزهريين اللي كيتميز بالحكمه. الزهري الا كان زهري وما كانش عارف وما كانش مستغل ديك الطاقه الروحيه اللي فيه، كيعيش حياته كامله بدون فايده. هادشي على حسب داكشي اللي قالوا، كيقولوا راه ضيع حياته غير فابور، تا كيموت وكتموت مع ديك الطاقه الروحانيه اللي فيه. ولكن كيقولوا بلي الانسان الزهري كيكون عنده واحد الحس قوي للاحداث وداكشي اللي غادي يوقع تقريبا، وحتى الاحلام ديالو كتكون الاغلبيه ديالها كتحقق. الناس اللي مهتمين بهاد الامور عطاو امثله بشي زهريين كانوا في الدين ديالنا. واحد من هادو قال لك بلي داك العبد الصالح اللي كانت سميتو الخضر اللي كان في سوره الكهف مع سيدنا موسى، هاد السيد هذا واللي كانت سميتو الحقيقيه هي بيليا، قالوا هاد السيد هذا بلي راه واحد الابن من ابناء الملوك، وما كانش نبي ولا رسول. ولكن تذكر عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه هاد السيد كانت عنده واحد الطاقه روحانيه
وحكمته كانت بليغة. حتى السمية ديال الخضر جاتو من الفعل ديال انه الا مشى حتى جلس في شي بلاصة واخا تكون واكحة وفيها الجفاف، في البلاصة كتخضر وكيولي فيها الربيع. هادي حالة استدلوا بها قال لك راه حتى هو كان من الزهريين، والله من تعالى هو اللي يعلم. من الحالات الاخرين اللي استدلوا بهم وقالوا بلي راه حتى هما من الزهريين، ربيعة العدوية واللي كتسمى كذلك بأم الخير. واكيد انكم عارفين ربيعة العدوية، واللي ما عارفاش يطبي سميتها ويدير عليها سيرش في جوجل غادي يعرفها مزيان. السيدة دوزات حياتها وهي كتعيش اشباه المعجزات. من هاد الشي كامل اللي قلت هداك شي نهار تمشي تطيق بهاد الناس اللي كيقولوا هاد الشي، ولا تحط يديك في يد شي دجال. عمرك تحط يديك في شي حد كيتيق هاد الشي؟ انا ما كنأكدش بلي هاد الشي كاين، كيف ما كننكرش انه ما كاينش، ولكن اللهم نبقى هكا ولا نمشي نحط يدي في يد شي سحار ولا دجال؟ حيت اين فوا تحط يديك في يديه وتقول له وريني واش انا هكا ولا خونا الاخر هكاك ولا شي لعبة فحال ما هكا؟ فارا مشيتي خلا ابن عمي، مشيتي خلا لا مع الله لا مع العبد. وحتى الا كنتي انت من هاد النوع ديال هاد الناس هادو اللي كيقولوا عليهم زهريين، ومشيتي مثلا عند شي حد باش ياكد ليك، فارا مشيتي خلا، حيتاش غايستغل طاقتك الروحانيه هادشي الا كان بصح هادشي كاين. وحتى الا ما استغلاش اي غادي يدخلك مع الشرك بالله، غتلقى راسك داخل معاه في خططه الشيطانيه، غايحاول يلعب ليك بالافكار ديالك ويرسم ليك واحد المستقبل اللي كامل وهم، وغادي يبين ليك بلي راك انت واحد الشخص اللي مميز على الناس الاخرين. داكشي علاش العزيز الا مشيتي حتى كانوا فيك هاد العلامات وكان هادشي بصح، هو غيتستغل قوتك، استغلها في الطريق الصحيحه وفيما يرضي الله. عمرك ما تمشي في الطريق ديال السحر والدجال باش تحقق هدفك مهما كانت. ارضى بداكشي اللي عطاك الله وبداكشي اللي قسم عليك، وبعد من الشرك بالله استغفر الله العظيم، ومن الاستغلال ديال اي ميزة عطاها لك الله استغلال خاطئ. وزيد ماشي ضروري تكون زهري باش تكون عايش مزيان، حق الرب المعبود الى كاملنا عايشين في نعم ما كتعد ما كتحصى. نعم اللي شنقول لكم راه ما كتعدش ما كتحصى شي. بغيت تعرف النعم اللي عندك؟ الا جيت نحسبهم ليك راه هنا بقينا خصنا ثلاثة ديال لي بارت اخرين من غير هادي. بغيتي تعرف العزيز النعم اللي عندك، سير غير لشي سبيطار، سير انت غير فيزيتا، سير حتى توصل مثلا وقت ديال الزيارة ودخل سير ضرب تركيلة عالمية في داك السبيطار، سير لعد البلوك ديال المهرسين، غتشوف داك الديكور غتقول العالم كامل مهرس. خرج منه سير البلوك ديال المحروقين، حق الرب إذا تشم ريحة الشياط خارجة من داك البلوك، غتقول المغرب كامل وتحرق. خرج من عندهم سير عند الناس ديال السكر، غتقول المغرب كامل وفيه السكر. خرج من عندهم سير زور الناس ديال الكلاوي والناس اللي كيديروا الدياليز، تما غتشوف ديك لوبيراسيون اللي كديرها ليك الكلوان تافابور، كيديروها هما بزبالة الفلوس، وماشي غير على الفلوس، كتسخسخهم ديك الماشينة اللي كتكون كديرها لهم. خرج من عند صحاب الدياليز سير غير المستعجلات، وتبقى تشوف في الديكورات تما ها واحد جاي سخفان، ها واحد جاي مريض، وانت عندك صحيحتك. شتي ديك الصحيحة اللي عندك؟ حق الله العظيم الى اكبر كنز اعطاه لك الله، فاحمد الله العزيز وشكره ليل ونهار. احمد الله وشكره انك كتفيق كتشوف كتسمع كتاكل كتذوق كتمشى، عندك يديك ورجليك، ما محتاج عكاز ما محتاج كروسة، طواليت كتمشي ليها كتقضي غراضك بوحدك، ما كتحتاج الشاي اللي يمشي معاك، ما كتديرش ليكوش. طيب الا جيت نبقى نقول راه هنا بقيت، فاحمد الله وشكره العزيز. ربما نكون خرجت شويه على السيجي، ولكن ما فيها باس نذكرك وصافي. نرجعوا لقضيه الزهريين. شتي هاد الكلام اللي قلتو عليهم راه على حسب داكشي اللي موجود في الويب، يعني انا ما كنأكدش هاد الكلام كيف ما كان فيه شيء. هاد الكلام واخا كاع يكون بالصح، وانه فعلا كاين بيناتنا ناس زهريين، وان الموضوع ماشي غير خرافات وخزعبيلات، واخا كامل هاد الشيء راه هاد الناس هادو الا كانوا بالصح كاينين بيناتنا، راه هما مخيارين انهم يستخدموا هاد القوى ديالهم سواء في الخير او لا في الشر. عندهم ثلاثة د لي شوا، يعيشوا كجنود من جند الله في الارض، او اللي يكونوا عايشين وداكشي ما مسوقينش له ويبقاو حتى يموتوا، او اللي يديروا يدهم في يدين الشيطان، وهنا غادي يخسروا كل شيء. وفي النهايه العزاز انا غنقول لك باللي ليك الحق انك تطيق ولا تكذب باللي هاد الناس هادو راه كاينين موجودين بيناتنا. فالله يدينا في الضوء، الله يدينا في الضوء.
الترن ديال هاد البارت كانت هادي هي التيرمينيس ديالو، فهذا ما كان العزاز تلا.